بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات المصرف بعتذر طبعا عن في خطا بسيط حصل بالنسبه للشهادات الخاصه بالبنك الاهلي المصري نتيجه طبعا للاخبار السريعه والتواتر الاخبار ففي خطا بالنسبه لدوريه صرف العائد لشهادات البنك الاهلي وخلينا نستعرضهم بشكل سريع وسليم اول حاجه تم اصدار شهادات بعائد متناقص يعني العام الاول هيبقى 30% العام الثاني هيبقى 25% العام الثالث 20% الشهادات دي دورية صرف العائد عليها سنويا يعني في نهاية العام الأول حضرتك تقبض 30% في نهاية العام الثاني تقبض 25% عن إجمالي السنة في العام الثالث تقبض 20% عن إجمالي العام الثالث ده بالنسبة للشهادة الأولى الشهادة الثانية هي عبارة برضو عن فايدة متناقصة أول عام 26% ثاني عام 22% ثالث عام 18% دي ده ده معدل العائد السنوي على الشهاده ودوريه صرف العائد هنا شهريا، فبالتالي الشهاده الاولى دوريه صرف العائد سنويا الشهاده الثانيه دوريه صرف العائد شهريا. وهيتم استمرار العمل بشهادات ال 27% او الشهادات اللي هي مدتها سنه. العائد عليها سنويا 27% يتم صرفه في نهايه المده. لو حضرتك هتقبض العائد بصفه شهريه هيبقى 23.5%. وتم استحداث دورية صرف جديدة بعائد يوميا العائد السنوي عليها 23% ويتم صرف العائد بصفة يومية ده بالنسبة للبنك الأهلي بالنسبة لبنك مصر برضو تم إصدار نفس الشهادة اللي هي ثلاث سنوات بعائد متناقص أول عام 30% تقبضه في نهاية المدة تاني عام 25% في نهاية المدة ثالث عام 20% في نهاية المدة ده التصحيح واجب ان انا اقوله لحضراتكم وبعتذر مره اخرى عن اللخبطه في الاخبار نتيجه للتوتر الاخبار كتيره في الوقت الحالي وهنتابع برضو مع حضراتكم اخر الاخبار والتطورات ودي كانت حلقه النهارده من المصرفي يارب رب اكون قدرت افيدكم بالموضوع ده وبعتذر مره اخرى عن الخطا واشوفكم على خير محمد رجب